السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداة قوية جدا اسمها Converter of Room to 3D Mesh. أي روم عندك هو بيحولها لـ 3D Mesh. طيب إيه لازمة الموضوع دوت؟ لأ ليه لازمة كبيرة جدا، وبالذات لما يكون عندي غرف وأنا عايز أعرف هل في غرف متداخلة مع بعض ولا لأ، لأن ده بيفرق معايا في حاجات كتيرة وخصوصا في Facility Management. إن أنا ما ينفعش يبقى عندي غرفتين في نفس المكان أو غرفتين متداخلتين أو الحاجات دي كلها. فانا لما بحول للروم ل 3D Mesh اقدر اكتشف من الكلاشات اذا كان في اتنين روم داخلين مع بعض او فيهم مشاكل مع بعض ولا لا. الاداة هيت بتقول له حدد الفيسز، لان ممكن يكون في فيس معينه مش عارف تظهر معايا. حدد انهي ليفل، تقدر تحدد كل الليفلات وكل الفيسز في نفس الوقت. اوكي هيبدا يعمل لك ماس، هتشوفها طبعا افضل في 3D. فلو في اي تداخل هيظهر معاك وممكن تستخدم الكلاشات عشان يظهر معاك. طبعا عمل فلتر لليفل 2 وفلتر لليفل 1 بحيث كل واحد فيهم تظهر بلون فتقدر تفرق بينهم. ممكن في حد معرف الروم غلط فواخدها اكتر من الدور بتاعها فهيبان معايا هنا.